فيها أشار إليها فضيلة أستاذنا وعالمنا الجليل الدكتور أسامة فخري بالأمس حينما قال بأن فعلا هذا التسول يؤدي إلى أشياء. أولا إهدار كرامة الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى، ثانيا بأنه على غير المقصد الذي أراده ربنا تبارك وتعالى. ربنا أراد من البشرية، أراد منهم الاستخلاف في الأرض، إعمار الأرض. كيف يأتي هذا الإعمار؟ عن طريق العمل. صحيح. اعمل وكد واجتهد، ووالله إن الرزق الحلال له طعم آخر خالص وله بركة في المعيشة. فطبعا هذا من جهة، أيضا من جهة أخرى أنه ضعف ثقة بالله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ضمن لك قضية الرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. ولذلك كان بعض العلماء يقول والله لو ركب ابن آدم البساطة هربا من الرزق لركب إليه الرزق الريح، هيأتيك يعني هيأتيك، هيأتي مسرعا كمان، نعم بأسرع مما تتخيل. وقالوا بأن الرزق يطلب الإنسان كما يطلب الموت الإنسان. يعني شوف الموت لا طبعا إذا جاء جلوم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، كذلك الرزق. ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك رزقك في السماوات، وربنا ما جعلش الرزق في يد حد، لا في يد مديرك ولا في يد رئيسك ولا في يد فلان ولا علان، في يد الله سبحانه وتعالى، هو في يد الله تبارك وتعالى، حتى لا يستذل الإنسان لأحد أو يذل نفسه لأحد. شوف ربنا عايز يحفظ لنا كرامة الكرامة الإنسان، الكرامة بس الإنسان يعتبر ويتدبر. ربنا يفضلك على سائر المخلوقات. ولما ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم ما قالش كرم المؤمنين، ده كرم البشرية كلها. الجميع يتساوون في الخلقة، في الحديث، في السمع، في البصر، في الجميع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم، من الذي رزق؟ ربنا سبحانه وتعالى، دي رحمة وعدل ربنا سبحانه وتعالى. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا هذا ضعف ثقة بالله تبارك وتعالى. ربنا بيقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت اتق الله تبارك وتعالى في اكل عيشك وفي اولادك وفي صحتك وفي صورتك، يرزقك الله من حيث لا تحتسب. طيب عايزين نتكلم عن دور الدوله تحديدا في مواجهه هذه الظاهره. ربما يكون هناك دور منوط ايضا بالاجهزه التنفيذيه، ربما بوزاره الداخليه، كيفيه التصدي لهؤلاء، وهل ممكن برضو يكون في اي مساعده من جانب المواطنين في ربما في الابلاغ عن حالات تسول ربما منتشره في مكان ما، او اشخاص بعينهم منتشرين في اكثر من مكان يمكن للمواطنين المساهمه في القضاء على هذه الظاهره؟ نعم، احنا قلنا ما يجب عليه ان يتكاتف فيه الجميع من ضمن المؤسسه الدينيه ثم مؤسسات الدوله عموما، ينبغي ان تتكاتف في مثل هذا الامر، وخصوصا في التوعيه من الناحيه النفسيه بخطر هذا وبخطر هؤلاء الاطفال الذين يتعرضون للشوارع. وحقيقه انا ارى يعني والله اعلم أن وراء كل طفل من الأطفال اللي موجودين في الشوارع قصة وحكاية. طبعا من هذا الطفل؟ ومن الذي تركه بهذه الصورة؟ يا ترى هل الأب والأم يعني فعلا هم اللي وصلوا لكده؟ هل الخلافات الأسرية؟ هل أو هل هو طفل مخطوف برضو من أب وأم؟ لأن الحالات دي انتشرت للأسف في الفترة الأخيرة. وراء كل طفل من هذه الأطفال أعتقد هيكون وراء قصة وحكاية، يعني دي تحتاج إلى تكاتف الجميع. من ناحية أخرى ينبغي برضو أن احنا نشجع على قضية العمل، نفتح أفاق العمل، وبفضل الله تبارك وتعالى أصبح هناك مجالات كثيرة جدا. ده بعض الشباب والله تعالى يا فلان اشتغل كذا وبراتب يعني كويس، يعني بعض الشباب أنا قلت له كده طب اشتغل كذا وهتتقاضى راتب قدي كذا قدي كذا، ده احنا ما بدأناش بيه طبعا. والله ما بدأنا بيه. يقول لك يعني هيعملوا لي ايه دلوقتي؟ هيعملوا لي ايه دلوقتي؟ طيب لا، ما انت يا بس بداية. مش هتبدا من حيث انتهى الاخرون، لا انت هتبدا تجيب السلم من اوله، وربنا سبحانه وتعالى سيرزقك، ربنا سبحانه وتعالى سيعلي درجتك. يعني اناس كانوا ضعاف الحال جدا وبداوا بفضل الله تبارك وتعالى واشتغلوا، وربنا يعني اكرمهم وحسن حالهم وبارك لهم في معيشتهم وبارك لهم في اولادهم وفي صحتهم بفضل الله تبارك وتعالى. ممكن في واحد بيتقاضى راتب أكبر منك،
ولكن بيحتاج أنه يعمل إشاعات، يحتاج تحاليل، يحتاج دكتور عالي وهكذا. ولكن أنت ابدأ بفضل الله تبارك وتعالى، وأصبح هناك دلوقتي مجالات عمل مفتوحة. أكيد استعن بالله تبارك وتعالى وقل بسم الله وتوكل على الله وابدأ، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. تذكر إن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الجبال أن تكون ذهبا، شوف الجبال تكون ذهبا ويا رسول الله أنت قاعد لا يعني لا هتعمل لا هنا ولا هناك، فقط في الدعوة والجبال دي هتكون ذهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجوع يوما وأشبع يوما، وما من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى إلا وجدناه له صنعة. سيدنا آدم كان حراثا، سيدنا داود كان يعمل في الدروع، سيدنا نوح كان نجارا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله تبارك وتعالى سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، يعني ما من نبي إلا ورعى الغنم. فتعلم الصبر وتعلم الكفاحة وتعلم الجهد وقدم، وبعد ذلك الله تبارك وتعالى يفتح من خزائنه ما شاء. طبعا ونعم بالله. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذا الصباح، وقفة وموجز لأهم وآخر الأنباء مع فوزي كدالله بعد الفاصل.